أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية تفعيل مؤثرات الكامبيز على توزيعة أوبونتو 12.04. سنتعرف على العديد من المؤثرات بتطبيق بما في ذلك المكتب ثلاثي أو سطح مكتب ثلاثي الأبعاد كما تلاحظون الآن. لكن قبل البدء في التطبيق أنصح أولا بمشاهدة الفيديو إلى آخره ثم قراءة الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس، لأن تأثيرات كامبيز تتطلب موارد كبيرة للجهاز، ويمكن في بعض الأحيان حين تفعيل مؤثر ما أن تتوقف الشاشة، فكي لا تضطر لإعادة تشغيل الجهاز كاملا يمكنك القيام ببعض العمليات التي سأضعها في الموضوع الكتابي. إذن نبدأ أولا بتثبيت برنامج كامبيز Config Settings Manager، وموجود في مركز برمجية أوبونتو. وحين التثبيت انتبه لهذه الإضافات، أنها مفعلة كي تثبت العديد من المؤثرات بدءا مع مدير كامبيز. إذن بعد ذلك سنقوم بفتح البرنامج لتفعيل الإعدادات. أنا قمت مسبقا بتفعيل العديد من الإعدادات التي سأتطرق لها في الشرح، لأن التفعيل أثناء التسجيل به بعض الصعوبات. إذن مدير إعدادات كامبيز كونفيج على هذا الشكل، أعود للصفحة الرئيسية له. هنا سنتعرف مثلا الطريقة العامة للتعامل مع المؤثرات. أخذ مثلا هذا المؤثر شاو ماوس، أدخل له فأجد هنا مكن شاو ماوس، هذا هو خيار تفعيل هذا المؤثر. من هنا حين أضع علامة التفعيل يفعل ذاك المؤثر. هنا أجد إنسيات، هنا لبدء هذا المؤثر. مثلا هنا لدي سابر كي، سابر زائد كي، فأضغط على سابر الذي هو افتراضيا زر الويندوز زائد حرف كي. نلاحظ مثلا تم تفعيل هذا المؤثر، هو يظهر حزمة نارية حول مؤشر الفأرة. لو أردت تغيير هذه التجميعة أضغط هنا على هذه العلامة وأدخل تجميعة أخرى أو أضغط هنا، إما أختار من الأزرار الموفرة أو أضغط على أقبل تجميعة المفاتيح على هذا الشكل، وأضغط في لوحة المفاتيح على التجميعة التي أريد. أنا أقوم بإلغاء هذه العملية. إذن كما قلت، ولتعطيل هذا المؤثر أقوم بالضغط على نفس الزر، هو سابر زائد كي، فيتوقف المؤثر، أو لإلغائه نهائيا أقوم بإزالة التفعيل عن هذا المؤشر. بعض المؤثرات لها خصائص أخرى، مثلا هنا بالنسبة للمؤشر يمكن أن أجد اللون وأعيد تفعيله لأظهر لكم، مثلا كان على هذا الشكل. لو قمت مثلا هنا باختيار ألوان عشوائية يظهر على هذا الشكل، يمكن التحكم في العديد من الإعدادات. إذن هذه طريقة التعامل بصفة عامة مع المؤثرات. أعود لأقدم لكم بعض المؤثرات المهمة. إذن تعرفنا على شاو ماوس، هو موجود في المؤثرات الإضافية. لو ثبت على ما أعتقد برنامج كامبيز سيتنج مانجر لن يكون موجود معه افتراضيا، سيثبت مع المؤثرات الإضافية، وضعت أوامر لتثبيتها في الموضوع الكتابي. إذن كما قلت أقدم لكم بعض المؤثرات المهمة، مثلا مؤثر الزوم يمكن تفعيله من هنا. حين أدخل له يمكن أن أتحكم في تجميع الأزرار لبدء الزوم. مثلا أنا اخترت هنا Shift زائد Sapper زائد Space، فأضغط على Shift زائد Sapper زائد Space فأقوم بالتكبير، وللتصغير أقوم بشيفت زائد Alt Super Space. يمكن أن تختاروا أنتم الزر المناسب أو التجميع التي تريد، فأقوم بالتصغير. هناك العديد من الإمكانيات أو الإعدادات لن أتطرق لها جميعها في الزوم. إذن هذا بالنسبة للزوم. بالنسبة لسطح المكتب، وهو مطلوب، العديد يطلبون كيفية تفعيل سطح المكتب، إدارة سطح مكتب ثلاثي الأبعاد مثلا كما تلاحظون على سطح المكتب الخاص بي وسطح مكتب ثلاثي الأبعاد. بالنسبة لي هو
متوفرة فيه العديد من الإضافات غير الموجودة في الإعدادات البدئية، بما في ذلك الأسماك الموجودة أو حوض الأسماك الموجود. ستجدون طريقة تركيبه من الإنترنت عن طريق تحميل سكريبت وتنفيذه في الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس. إذا بالنسبة لسطح المكتب، أول ما سنقوم به هو جعل عدد المكاتب 4 ليكون أو أكثر على حسب كل واحد منا. إذا ندخل هنا أولا على General Options ونغير هنا Desktop Size، فأختار في Horizontal Virtual Size 4 على الأقل ليكون شكل المكعب، يعني مكعب 4 واجهات له، أو أكثر 3 سيكون على شكل مثلث إذا كما تريدون. إذا أعود لسطح المكتب، أقوم بتفعيل أولا مكعب أو المكتب على هذا الشكل Desktop Cube، فيكون يظهر على شكل مكعب. أقوم بتفعيل Rotate Cube لإدارة سطح المكتب، أدخل لإعداداته، هنا موجودة العديد من الإعدادات. هنا تلاحظون كيفية التحكم في بدء تغيير أو في بدء دوران سطح المكتب. أيضا لن أدخلها بالتفصيل، طريقة إدارة بعد التفعيل طريقة إدارة المكتب هو أني أقوم بالضغط على Ctrl زائد Alt ثم أقوم بزر الفأرة بإدارة المكتب للاتجاه الذي أريد، يمينا يسارا كما أريد. أو لو أردت الضغط على أسهم لوحة المفاتيح سيقوم بإدارته بهذا الشكل. أيضا يمكن إدارته في جميع الاتجاهات. هنا أعيد النافذة التي كنت أشتغل عليها. إذا هذه هي طريقة إدارة سطح المكتب ثلاثي الأبعاد. إذا قلت فعل ديسكتوب كيوب روتيت كيوب، وهنا أسفل لمن أراد مثلا حوض الأسماك هذا سيضطر أو يجب عليه تفعيل كيوب أتلانتس، هو طريقة تثبيته أضعها في الموضوع الكتابي كما قلت. يمكن أيضا جعل المكتب على شكل أسطوانة بتفعيل هذا الخيار، أنا لن أتطرق له الآن. إكسبو الضغط على زر ويندوز S أو سوبر S يظهر فقط سطح المكتب أو المكاتب الوهمية على هذا الشكل. الآن أنتقل أو هذه وهذا الخيار هنا 3D Windows، كما لاحظتم حين أقوم بإدارة سطح المكتب تظهر النوافذ على شكل ثلاثي الأبعاد النوافذ المشغلة، فهذا المؤثر هو المسؤول عنها. الآن أنتقل لخيار أو مؤثرات النوافذ، يجب تفعيل هذا الخيار هنا Animations. لتفعيل خيارات إضافية يجب تفعيل Animations Addons هنا. طريقة التعامل معها هي أني أدخل أول لـ Animations، أقوم بتفعيله. هنا أجد حالات النوافذ أو التعامل مع النوافذ حين أفتح نافذة ما، مثلا أضيف أو أقوم أختار خيار ما، إما أقوم بتحريره أو أضيف جديد. هنا أختار المؤثر الذي أريد، هناك العديد من المؤثرات، مثلا مؤثر Airplane تفتح النافذة على شكل طائرة أو تغلق على شكل طائرة. هنا أختار المدة الزمنية، مثلا أختار 200 أكثر، وهنا أختار نوع النافذة. عموما يمكن أن أكتب فقط Normal كي لا أدخل في تفاصيل أكثر، أو يمكن يكون الدخول لأحد الخيارات هنا ونسخ لصق أنواع النوافذ، ثم أضغط على أغلق، ويجب أن يكون الخيار الذي نريد موجود أعلى. إذن أضغط فوق 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 فوق. أنا على ما أعتقد لو قمت بفتح ملف أو فتح نافذة ما تلاحظون له شكل يفتح على شكل الطائرة، قمت ب غلقه أو عفوا أقوم بغلقه أيضا على شكل الطائرة. نفس الشيء حين تقوم بتصغير، كما تلاحظون لدي تفعيل أو مؤثر النار لأني هنا قمت بمؤثر النار. لو لم تلاحظ المؤثر بشكل جيد يجب عليك تغيير المدة الزمنية أو بعض
الإعدادات الأخرى، لكن أعتقد المدة الزمنية هي التي تلعب دور مهم. إذن هذا فيما يخص التعامل مع فتح غلق تكبير تصغير النوافذ، هذه هي الطريقة العملية التعامل معها. هناك خيار فايدن ويندوز، ما تلاحظون هنا بعض الظل حين أقوم بجر نافذة ما، لكن الخيار المهم هو وابلي ويندوز لتكون للنوافذ هذه الخاصية المطاطية كما تلاحظون. حين أقوم بجر نافذة يمينا يسارا أو أعلى أسفل تكون لها هذه الخاصية المطاطية، فذاك المؤثر هو وابلي ويندوز، أيضا يجب فقط تفعيله. خيارات أخرى وشر افكتس، لو ضغطت على شيفت زائد F9 تظهر بعض فقاعات الماء كما تلاحظون، تبدأ بالظهور. لو ضغطت على شيفت زائد F8 تظهر مساحة كمساحة السيارات تقوم بمسح فقاعات الماء كما تلاحظون الآن. لوقف الخيار يمكن الضغط على نفس الأزرار شيفت زائد F9 لوقف الماء، وأيضا شيفت زائد F8 لوقف تأثير المساحات. تأثيرات أخرى لا أعتقد أن نعم هناك تأثير آخر أريد الإشارة له، هو تأثير شيفت سويتشر للتنقل بين النوافذ بطريقة جميلة. كنا رأينا في درس كيفية استعمال أوبونتو بأناقة وفعالية أكثر كيفية التنقل بين النوافذ عن طريق الضغط على Alt زائد Shift على هذا الشكل. هنا يمكن التنقل بطريقة أجمل أكثر عن طريق الضغط. لو دخلنا للإعدادات، أنا قمت كما قلت بتفعيل الخيار مسبقا، أنا اخترت تجميع Shift زائد R فأضغط على Shift زائد R تظهر لي النوافذ المفتوحة، يمكن أن أتنقل بينها عن طريق التنقل بأسهم لوحة المفاتيح يمين يسار أو أعلى أسفل، أو أيضا عن طريق عجلة الفأرة يمكن أن أتنقل بسرعة أكثر. إذا أعود إلى مؤثر، أو نعم هنا مدير كامبس، وهنا يمكن تغيير، أنا ما أعتقد فيه، نعم تغيير أو اختيار تأثير آخر وفليب فتظهر النوافذ على هذا الشكل، يمكن تنقل ما بينها على هذا الشكل أيضا بنفس الطريقة، إما بأسهم لوحة المفاتيح أو عجلة الفأرة. إعدادات أخرى يمكن أن تجربوها بأنفسكم من هنا، هناك العديد من الإعدادات. لنرى هل هناك مؤثر آخر أريد التطرق له. أعتقد لا، هناك مؤثرات عديدة كما قلت. بالنسبة لي هناك مؤثرات كثيرة، كيوب أتلانتس هو من المؤثرات التجريبية التي سأضع طريقة تثبيتها في الموضوع الكتابي، وأيضا يمكن التحكم في العديد من إعداداته هو الموجود هنا على سطح المكتب. ولكي أعود للإعدادات، قلت يمكن التحكم في العديد من إعداداته، مثلا ارتفاع الماء، الألوان. أعود فقط لأشير إلى أنه في سطح المكتب بالضبط في هنا يجب اختيار، نعم بالضبط هنا، تغيير شفافية سطح المكتب ليبدو ثلاثي الأبعاد على سطح المكتب العادي. هنا كما تلاحظون الآن يبدو ثلاثي الأبعاد والأسماك داخله تبدو. بدئيا تكون الشفافية غير مفعلة، يكون هنا على ما أعتقد 100 فلا يظهر وسط المكتب أو جوانبه الأخرى، لذلك يجب تغييرها لقيم مناسبة. إذا هذه هي الطريقة العامة للتعامل مع مؤثرات ثلاثية الأبعاد أو مؤثرات كامبس على توزيعة أوبونتو 12.04. كما قلت يستحسن وأنصح بشدة بقراءة الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس، ففيه طريقة تثبيت المؤثرات الإضافية وأيضا كيفية التعامل مع المشاكل التي يمكن أن تواجهكم أثناء التعامل مع مؤثرات كامبس، أيضا إشارة لتعريفات قطر الشاشة وهل جهازكم يدعم مؤثرات كامبس أم لا. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم مع أحد داكس كانكي أو أفونت ويندوز نافيجيتور.
إلى اللقاء.